رمضان مبارك عليكم. اليوم أول يوم إفطار، وأتمنى يكون إفطاركم صحي. بداية نأخذ التمر، وبعدين جعمة من المي، ومن ثم نروح نصلي المغرب حتى نهيئ المعدة لاستقبال الأكل. لما نرجع نأخذ صحن الشوربة الدافي، تكون المعدة استعدت لأخذ السلطة والطبق الرئيسي. بعد ذلك نخلي مساحة صغيرة شوي للتراويح، وبعد التراويح نرجع نأخذ الحلو، ويكون كمية بسيطة حتى ما أخرب الصيام اللي عندي. وما أنسى أهم استعداد للإفطار في رمضان، إني أنا أكون أكلي وطبخي بصورة صحية، ما يكون في دسم، وأحاول قد ما أقدر إني ألتزم بإن يكون خضار وفواكه والنشويات والبروتينات بالتعادل، مش بكميات كبيرة على حسب احتياجي اليومي. ورمضان كريم.